الراي ديالي في الموضوع ديال خديجه خاي داكشي بالي انا غير كذوب، فهمتي؟ الحشيه غاده بخاطره، ما كاينش غايجيو شي وحدين وغيهزوا بزز، حتى شي بنت مابقاتش تخطف في 2018 هادي اصاحبي، واش فهمتيني؟ وتخطفت في رمضان ويغشى صباو في رمضان، واش هادو ماشي خافوش الله؟ فهمتيني؟ قالت لك واحد شي ماطع لواحد مالية بيضة تبيعوها لواحد شي ايام شي فقص واحد عاود ترد البلاصه وشي عطاها الاخر، راه خير ماشي بلان هذا فهمتيني؟ وديك قضيه قضيه فانو قضيه ديال ديك الوشام راه هي باغا بخاطرها، واش بنادم غيشد بزز وغيوشم ليه؟ راه ما جات وما زعما هاد البلاصه اللي الدوله ما كاينش بنادم فيها، داك الزيتون الزيتون ما تيجيش بنادم، تي غير الزيتونه وكذا وما تيجيش تشوفها واش زرعات ولا ناضت ولا كذا، واش فهمتي؟ راه ما بلانشي غادا بخاطر هذيك غادا على اجل الفلوس، فهمتيني؟ باغا الفلوس سالينا دوك الوشامات هي دارت مطفية الكارو اصلا غير من خلال الهضره ديالها، فهمتيني؟ بانت بانها مبليه من خلال الهضره ديالها، وديك الوشمه اللي كانت في الحيط فهمتيني كانت شويه دايرها في يديها، اذا هي اللي باغا داك الوشام، وديك الوشمه باش عاودوا جاو قلبوا واحد الصحافه اخرين حيداتها، علاش؟ ما بغاش تبين بان هي راه هي اللي دايره داك الشيء، هي ظالمه دوك الدراري.